دي احسن رئيس اتحاد بعد صالح سليم، ولا وممكن تقول انه تقارب من انجازاته زي صالح سليم، ويستاهل ان احنا نعمل له تمثال زي صالح سليم في النادي الاهلي. تمام، كلام كبير قوي. تمام، اللي التاني نقول المهندس هاني بريدة. المهندس هاني بريدة عشرة عمري، واحنا بدأنا مع بعض من ايام حرب من 94، كنا اعضاء مع بعض، وشايف ان هاني بريدة طموحاته كبيرة جدا، اتمنى له النجاح. احمد شوبير اعلامي ناجح جدا جدا، واعلامي انا بقول اشتغل نفسه في حاجات تانية. ازاي هو صحفي واذاعي وتلفزيوني، مش كده؟ يعني لا، يعني انا قصدي النجاح اللي هو بيحققه هنا، ليه ما تستمرش واكبر فيه؟ تاخد بالك، يعني هو مش بتاع كره بس ولا رياضه بس، ده كمان بيدخل في السياسات كمان، ومين غلط ومين صح وبتاع. فانا شايف ان هو نجح معايا في الحياه ككوره، وانا اشك ان هو عايز يرشح نفسه. دكتور عبد المنعم عماره حبيبي وصاحب نجاحات كتيره جدا في حياتي، هو اللي دعمني في دخول مجلس الشعب ودخول اتحاد الكوره، وبحترمه جدا، واسرته انا على اتصال بالعيله كلها وبيه، ومن انجح الناس اللي حققت كمحافظ وكراجل بتاع رياضه وشباب. فاكر ايام الشباب اللي هي كان اسمه ايه؟ قدر الشباب.